السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. الأمانة العامة لمجلس الشورى توقع اتفاقية تعاون مع معهد بيبا. هاكاثون المرأة البحرينية يختتم عمله بتحكيم المشاريع المشاركة. حظروا تشغيل الحوامل والمرضعات في 7 أعمال. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. وقعت الأمانة العامة لمجلس الشورى اتفاقية تعاون مع معهد الإدارة العامة بيبا، تهدف إلى التعاون في مجال بناء الخطط والبرامج التدريبية الرامية لتطوير قدرات موظفي الأمانة العامة لمجلس الشورى، وتبادل الخبرات في مجالات التعلم الإلكتروني وتنظيم الفعاليات والأنشطة التي تساهم في عملية التعلم. وخلال توقيع الاتفاقية، أكد المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تطلع إلى شراكة حقيقية مع معهد الإدارة العامة لتطوير وتنفيذ خطط وبرامج التدريب ورفع الكفاءة لمواكبة حركة التقدم والتطور التي يشهدها العمل المؤسسي في المملكة، فضلا عن الاستفادة من الدراسات والبحوث التي يعدها المعهد، وخاصة المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني. لافتا إلى أن الأمانة العامة للمجلس ستواصل عملها لتوفير أفضل سبل الدعم والمساندة للجهود التي يقوم بها أعضاء السلطة التشريعية، وهو ما يتطلب تطوير إمكانيات وقدرات موظفي الأمانة بشكل مستمر. وأشاد الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا بأهمية التعاون مع مجلس الشورى، الذي يدل على حرص مجلس الشورى على الارتقاء بأداء كوادره الوطنية بما يحقق مرتكزات العمل المؤسسي في مملكة البحرين. الحمد لله رب العالمين، اليوم وقعنا مع مجلس الشورى مذكرة التفاهم، وهذه ليست تدشين للعمل، بل احنا شغالين معاهم صار لنا فترة طويلة والعلاقة وطيدة جدا، لكن دائما الواحد يتطلع إلى الأفضل، وهذه المذكرة بالفعل تخط لنا طريق جديد بمشاريع جديدة نقدر من خلالها نقدم ونخدم إن شاء الله مجلس الشورى، سواء كان الإدارة التنفيذية أو كذلك أعضاء مجلس الشورى إذا كان في لنا ما نقدر نقدم لهم ونخدمهم فيه. اختتمت مسابقة هاكاثون المرأة البحرينية الذي نظمه المجلس بالتعاون مع بوليتكنيك ومسرعة الأعمال برينك باتلكو تحت عنوان تنافس وابتكار. التفاصيل في سياق التقرير التالي. اختتمت مسابقة هاكاثون المرأة البحرينية نشاطاتها بعرض مضمون المشاريع 12 المشاركة فيه أمام لجنة التحكيم على مدى 3 ساعات متواصلة في مقر بوليتكنيك البحرين، حيث عرض كل فريق تفاصيل مشروعه وأهدافه، ودخلت الفرق المشاركة في نقاشات معمقة مع أعضاء لجنة التحكيم حول التقنية المستخدمة في المشروع وقابليته للتنفيذ ومدى تحقيقه للمعايير المعلنة للتأهل بالفوز بالهاكاثون والمتعلقة بالتكنولوجيا المستخدمة في المشروع والابتكار والفكرة وواقعية المشروع وقدرة المشروع على خدمة احتياجات المجتمع. احنا كلجنة تحكيم علينا مسؤولية على أساس نختار الأفضل والأنسب، واليوم خلال تفقدي الصبح شفنا كثير من المشاريع متميزة والوعدة للمستقبل، والبحرينيين والبحرينيات هني متميزات طبعا عندنا في مجال الذكاء الاصطناعي بالأخص، اللي أنا عندي باع في هالمجال، وطبعا راح نشتغل على هالمواضيع من بعد لجنة التحكيم والفائزين والفائزات في المجال، لأن أعتقد النهاية مو بس في مجال الانتهاء بالجوائز، ولكن ما بعد ذلك واستثمار في الأفكار والابتكارات المتميزة اللي موجودة عند
الأخوات الموجودات اليوم. هذا وعقدت لجنة التحكيم أعمالها في ختام الهاكاثون الذي جرى تنظيمه في كلية بوليتكنيك البحرين على مدى 4 أيام، شارك فيها 60 مشاركة من خبرات وخلفية متنوعة، وتم توزيعهم على 12 فريق. وقد حرصت اللجنة المنظمة للهاكاثون على تخصيص فرق من المرشدين والمدربين لتقديم النصح والإرشاد في كافة تفاصيل العمل. اليوم أنا one of المحكمين في هاكاثون المرأة البحرينية اللي نظموها مجلس الأعلى للمرأة. فكرة جدا ممتازة، وعدد المشاركين عدد ممتاز من البنات والنساء. طبعا ما كان في ايج ليميت على اللي يبون يشاركون، طول ما عندهم فكرة مبدعة ومبتكرين كانوا يقدرون طبعا يتقدمون حق هالمسابقة. يتطلع المجلس الأعلى للمرأة لأن تكون مسابقة هاكاثون المرأة البحرينية مسابقة دورية لاكتشاف مواهب المرأة البحرينية ورفع قدراتها الاحترافية في المجالات التقنية والذكية والسحابية وفق أفضل المعايير العالمية، وتهدف إلى تشجيع المرأة بالإقبال والإبداع في مجال تطوير البرمجيات وتصميم البرامج وتطوير المهارات التقنية لإيجاد حلول ذكية تحاكي التوجهات العالمية. أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان قرارا وزاريا بتحديد الأعمال التي يحظر فيها تشغيل النساء الحوامل، وحدد القرار 7 أنواع من الأعمال التي يحظر فيها تشغيل النساء الحوامل. وجاء في القرار أنه يحظر تشغيل النساء الحوامل في الأعمال التي تعرضهن لحرارة شديدة، والأعمال التي تعرضهن لمجهود جسماني كبير أو متواصل. ونص القرار في المادة الثانية أنه يجب على صاحب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة المرأة الحامل وجنينها متى ما تبين وجود خطر عليهما جراء الأعمال التي تقوم بها. وأوضح القرار أنه تسري أحكامه على المرأة حديثة الولادة وأثناء فترة الرضاعة. السادسة مستمرة وتتابعونا فيها بعد قليل. الفنان مو سويد يقدم حفلا موسيقيا على خشبة مسرح الصالة الثقافية. أنهت وزارة الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني تركيب عوازل الأمطار ل 150 بيتا خلال عام 2019، ويعتبر مشروع عوازل الأمطار أحد المشاريع الحيوية التي تلبي احتياجات المواطن بشكل مباشر والوضع المعيشي للمواطنين من خلال تقديم مساعدات لذوي الدخل المحدود من خلال معايير محددة وأولويات يتم رفعها من المجلس البلدي ويرتقي بالأبنية الحضرية، إذ ستعمل الوزارة على تسخير كافة الإمكانيات والمواد بالتعاون مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية لتنفيذ هذا المشروع التنموي بالصورة المنشودة. اختتمت جامعة البحرين أعمال الهاكاثون الذي أقامته الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ناسا بالتعاون مع شركة كليفر بلاي الحاصلة على ترخيص من وكالة ناسا في مجال الفضاء. تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة لرؤية مملكة البحرين 2030، وتأكيدا للأولويات الوطنية في البحث العلمي وتحقيقا لجملة من الأهداف، جاءت فعالية أعمال الهاكاثون التي اختتمتها جامعة البحرين بالتعاون مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ناسا، حيث يعتبر هذا أول هاكاثون في علوم الفضاء في البحرين ومجلس التعاون. حضرنا فعالية الهاكاثون أول مرة تحدث في البحرين وفي منطقة الخليج، صارت في جامعة البحرين. المشاركات كانت فعلا تجذب الانتباه، والأفكار اللي قدموها المشاركين كانت أفكار مميزة وجميلة، وبالنسبة لي كلها كانت أفكار فائزة. حبيت أهني كل الفرق اللي فازت في هذه الكومبيتيشن اللي هو ناسا سبيس أب كومبيتيشن، وأتمنى لهم كل التوفيق، وخاصة أنهم راح يتأهلون إن شاء الله بإذن الله أنهم يشاركون على مستوى الانترناشنال، ويكون لهم فرصة أنهم يظهرون دراساتهم أو خلينا نقول تجربتهم اللي كانت خلال هذه الناشنال كومبيتيشن على المستوى العالمي، وأتمنى لهم يعني من كل قلبي التوفيق. شفنا مجموعة من الشباب اللي عنده حماس جميل جداً وشيء مطمن، لأن هذا التخصص أو خلينا نقول هذا المجال مو هو مجال سهل أو مجال عادي.
هذه الفعالية تتميز إضافة لكونها ترتكز على تقنيات متقدمة أنها عالمية المستوى، حيث يشارك في تنفيذها ما يزيد عن 235 جهة حول العالم. أول أحب أشكر أن الجامعة اللي احتضنت هذا البارت الجميل الواجد الحلو، وكالة ناسا، وبالإضافة لوكالة الفضاء اللي صارت في البحرين. أوكي، فزنا بالمركز الأول وإحنا ما كنا نتوقع هذا الشيء، وكان واجد يعني في تيمات واجد إن قدمت أعمال واجد حلوة، وإحنا فخورين يعني بهذا الشيء. استمتعنا وايد اليوم بهالتجربة، كانت فرصة مختلفة، تعرفنا على كذا مجال، وكنا يعني من المجالات، بس كلنا يعني تكاتفنا والحمد لله يعني فزنا بالمركز الثالث. وهاي الفرص ما تتقدم بسهولة يعني، بس الحمد لله أول مرة في البحرين تقدمت لنا هالفرصة والحمد لله فزنا. تساهم مثل هذه الفعاليات في نشر الثقافة التقنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين، وتأهيل الكفاءات الوطنية وإكسابهم للمهارات والمعارف لمواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم التكنولوجيا ومتطلبات سوق العمل. على أنغام موسيقى الاندي فولك ووسط إقبال جماهيري، قدم العازف البحريني ومؤلف الأغاني الفنان موز ويد حفلا موسيقيا على خشبة مسرح الصالة الثقافية. وأخذ موز ويد الجمهور في رحلة نحو فضاءات موسيقية مميزة مزجت بين أنغام الجيتار والكلمات الشعرية. وجاء الحفل ضمن فعاليات النسخة 28 من مهرجان البحرين الدولي للموسيقى، ويستمر مهرجان البحرين الدولي للموسيقى حتى 26 من أكتوبر الحالي، ويأتي ضمن برنامج هيئة البحرين للثقافة والأثار للاحتفاء بالمنجزات الثقافية والحضارية للبحرين بشعار من يوبيلا إلى آخر. ويقدم المهرجان توليفة موسيقية بين الموسيقى البحرينية التقليدية العريقة والموسيقى الكلاسيكية والروك والبوب، تقدمها فرق قادمة من مختلف أنحاء العالم إلى جانب ورش عمل مرتبطة بالموسيقى. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.